أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل مع المملكة حكومة وشعب في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة والخليج بوجه عام. كما شدد الرئيس السيسي على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.